احنا سعداء جدا بهذا النجاح المتزايد الذي يعرفه صالون الجزائر الدولي للكتاب، وهذا في حد ذاته مؤشر صحي على الدينامية القرائية التي تعرفها الجزائر، وهو ما يضرب عرض الحائط كل الأطروحات التي تنفي عن الجمهور الجزائري علاقته الوطيدة بالكتاب وشغفه بالقراءة. كما كان متوقعا، توافد الجمهور كان يعني كبيرا جدا. الأرقام تقول، الأرقام الأولية التي سجلناها لغاية اليوم يعني قبل يوم من الاختتام، أنه كان فيه ما يزيد عن 4.5 مليون زائر للمعرض، لمعرض الجزائر الدولي للكتاب، وهو ما يجعله في طليعة المعارض وصالونات الكتاب الكبرى في العالم. طبيعة الحال سجلنا أيضا اهتمام كبير للجمهور بكل الفعاليات الثقافية والفكرية المصاحبة لهذا الصالون، وهذا بفضل يعني المداخلات القيمة للأسماء الوازنة في سماء الثقافة والفكر في الجزائر ومن كل ربوع العالم. هذه السنة كما ذكر الأخ الفاضل كان فيه استحداث لجائزة أولى، اللي هي جائزة كتابي الأول في الرواية، وهذا بطبيعة الحال عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لمرافقة ودعم الشباب والناشئة من المبدعين الجزائريين، وهو ما عملنا على تكريسه وتجسيده في هذه الطبعة. كان فيه جائزة أيضا لأحسن جناح اللي كانت نالته دولة قطر الشقيقة، اللي هي ضيف شرف هذه الطبعة، لما امتاز به هذا الجناح من كل يعني من حيث الحضور الكتاب، ولكن حضروا أيضا من خلال ثقافتهم، من خلال أدبهم وباحثيهم وأدبائهم أيضا، وعرف هذا الجناح تفاعل كبير مع الجمهور الجزائري. أظن أنكم ستتفقون معي إن قلت أنه 10 أيام أصبحت تذيق بالجمهور وبالقراء. ربما سنفكر في وزارة الثقافة والفنون مع محافظة الصالون على أن يتم ربما تمديد مدة هذا الصالون إلى فترة أقلها 15 يوم إن شاء الله. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.